أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد. فنحن مع السجال القرآني والنضال القرآني والدفاع عن هذا القرآن وعن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم سبق لكم أن تلوتم جميعا جملة الافتراءات والأقاويل التي أشاعها المشركون على محمد صلى الله عليه وسلم، من قولهم بأنه مجنون، وقولهم بأنه شاعر، وقولهم أنه كاهن. كل السهام الممكنة قذفوا بها في وجه الدعوة الإسلامية، لأن الأمر لم يكن عندهم استقرارا على دعوة معينة أو فرية معينة، الأمر كان هو تشويش. فهذا يقول شاعر، والآخر يقول كاهن، والآخر يقول مجنون، والآخر يقول ما يشاء. هذا الاختلاف فيما بينهم يدل أنهم ليسوا على شيء، لأن كل دعوة هي في الحقيقة مكذبة للأخرى، أي كل دعوة هي رد على الأخرى، لأنه إذا كان شاعرا لم يصح أن يكون مجنونا، وإذا كان مجنونا أو شاعرا لم يكن كاهنا. إذن هذه تتضارب، تتناقض، تتساقط هذه الدعوة. ولكن لاحظوا أن القرآن لا يغفل هذه الدعوات ولا يلغيها، وإنما يحذرها ويجيب عنها. هذا الجواب القرآني عن هذه الدعوة وهذه الافتراءات هو جواب منطقي عقلي ملزم، ليس فيه ضجيج وليس فيه صخب، ليس فيه سباب. هؤلاء في الحقيقة قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا عظيما، قالوا في أعقل العقلاء مجنون، قالوا في الذي جاء بهذه الدعوة بأنه كاهن، قالوا أشياء هي في الحقيقة مسيئة إلى شخص محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإنك لا ترى أن القرآن يجيبهم إجابة صاخبة أو مزمجرة، إنما يطرح أسئلة ويطرح أجوبة. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربصوا، إني معكم من المتربصين بكم. لاحظوا، تربص ليس هو الانتظر، التربص ليس مطلق الانتظار، التربص هو الانتظار بالشيء إلى أن يبلغ أمدا معينا. مثاله واضح، تربص التاجر. التاجر يشتري سلعة ثم لا يبادر ببيعها، وإنما يتربص بها. ماذا يعني يتربص بها؟ أي ينتظر ماذا؟ غلاءها، ولا يبيعها، ينتظر أن يرتفع سعرها في السوق ليبيع. فهو إذا ليس متربصا فقط، التربص ليس انتظارا مطلقا، إنما هو انتظار لأمد معين، لأجل معين، لغاية معينة. فتربص به أي انتظر وفاته، تربص به انتظر هزيمته، فلان تربص بالعدو انتظر انكساره. فهو دائما فيه معنى من المعاني المستبطنة الموجودة داخل ذلك. إذن هم قالوا لا تربصوا به، ولكن ذكروا ريب المنون. تربصوا، هم يتربصون وينتظرون أن حوادث الدهر وأن الموت ينهيهم منه ومن قصته هذا. فقال الله تعالى تربصوا، إني معكم أيضا من المتربصين بكم، ولكنها غير مذكورة، لأن تربص به، تربص به، هم يتربصون به فهو سيتربص بهم. فهو بعض يتربص بالبعض، ولكنه لم يتحدث عن الضمير في هذا السياق، لأن النقاش يتجاوز الأشخاص، وهذا شيء لا يريد المسلمون أن يتعلموه. النقاش حينما يطرح الآن يجب أن يتجاوز شخص، لأنك حينما تناقش شيئا أو ظاهرة لا تنزلها إلى الأشخاص، لأنك حينما تشخصنها تصير قضية فردية، ويصير فيها حمية
ويصعب بعد ذلك الوصول إلى الحقيقة. فأيما قضية طرحت يجب إعلاؤها ورفعها فوق مستوى المتحدثين لتصير قضية فكرية، وحينئذ يمكننا أن ندافع عنها بكل الأدلة المعقولة الصالحة. فحتى لو أن شخصا دعا بدعوة ما أو قال بقول ما، فمن المناظرة أن ترفع القول عنه هو، أن ترفع لا تربطه به هو، وإنما أدخل إلى الفكرة وناقش الفكرة وانسفها نسفا معقولا. فإذا لم يقل إلا إني متربص بكم، لأنكم أنتم أقل من أن تكونوا موضوعا، أنتم أقل من أن تكونوا. نحن نتحدث عن أفكار، نتحدث عن دعاوى، فالجواب يكون والخطاب يكون متناولا للأفكار للدعاوى لا للأشخاص. وهذا شيء مهم جدا، ولكن المناظرة الآن لا ترقى إلى مستوى. أقول هؤلاء يقولون ما يشاءون، والقرآن يجيب، والقرآن يجيب، ولكن حينما يجيب يجيب بالمنطق. ولاحظ أنه ما من دعوة، ما من شيء، ما من دعوة قالها هؤلاء إلا أجاب عنها القرآن بيسر وبسلاسة، أجاب عنها بيسر وبسلاسة، وكأنك لا ترى أن القرآن يجيب. الآن يقول القرآن لهم أم تأمرهم أحلامهم زيد بهذا زيد أم هم قوم طاغون أم تأمرهم أحلامهم بهذا. الأحلام هنا ليست هي ما يراه الرائي في المنام، ليس المراد بهذا. الأحلام في الأصل هنا شيء يدل على رصانة العقل واستقرار العقل وعدم طيشه وتجاوبه وانخداعه للاستفزازات. لحظة، يقال إن الأحلام هي العقول، واسم الحلم اسم من أسماء العقل، لكن بعض اللغويين وبعض المفسرين قالوا ليس الأمر كذلك. الحلم ليس من أسماء العقل، وإنما هو حالة من حالات العقل، حالة من حالات العقل، بمعنى أن العقل قد يكون راجحا وكبيرا ولكنه يكون خفيفا، يستزل ويستفز، لا يستفزنك دائما، لا يستفزنك المخاطب الذين لا يعقلون. إذا استزلوك وانزلوك إلى دركهم لم تعد حليما، صرت مثلهم. لكن أصحاب الأحلام هم أناس لهم عقول راجحة. كانت قريش في العربي، أي كان القرشيون يسمون أهل الأحلام والنهى، كانوا يسمون أهل الأحلام والنهى، كأن الحكمة إليهم تعود، كأنهم أناس فيهم رجاحة عقل. وهذا موجود في بعض العرب، حينما تقرأهم في شعرهم في الجاهلية تجد أن هنالك شيئا من العقل رصينا، وتجد أثر من آثار الحكمة. أنتم حينما تقرؤون لزهير بن أبي سلمى تجدون أن الرجل يتحدث عن الحرب حديث العارف بها، ويتحدث عن مخوفا من وما الحرب ما إلا ما رأيتم وما علمتم وما هو بالحديث المرجم، ويتحدث في أشياء يخوف الناس من الحرب، يخوف الناس من الحرب ومن الطيش ومن الدخول في هذه المغامرات. فهو إذن صاحب حلم. إن هؤلاء كانوا أصحاب أحلام، أي أصحاب عقول راجحة، الحلم الآن هو أن هذا العقل لا يكون من طبعه الهيجان والثوران والصخب، لا، بل يبقى دائما هادئا مطمئنا، وهو يتعامل مع القضايا العويصة، يتعامل مع الافتراءات الكبيرة، يجيب عنها ولكن بتؤدة، بأنات، بحكمة. هذا المعنى.
يقول لهؤلاء: أم تأمرهم أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ هل أحلامكم أيها العرب، هل عقولكم الراجحة هي التي سولت لكم أن تقولوا هذا؟ هذه مشكلة، أن يكون لك عقل كبير، أن تكون من أولي الأحلام والنهى، ثم تقول إن هذا الكلام شعر؟ مشكلة. العاقل لا يقول عن القرآن إنه شعر، لأنه ليس له صفة من صفات الشعر، فليس له أوزان الشعر ولا قوافي الشعر، والشعر لا يلتبس بالقرآن، والقرآن لا يلتبس بالشعر مطلقا. القرآن بيان آخر ليس شعرا بالتأكيد، وإن كان شعرا فمن أي وزن هو؟ إذا كان القرآن شعرا فعلى أي وزن هو قائم؟ هل هو من البحر الطويل أم البسيط أم الخبب أم الرمل أم أي شعر؟ أي؟ طبعا هذا شيء لا يقول به إنسان يعي ما يقول، تقوله إنه كلام كاهن. هل الكاهن يقول هذا الكلام الفصيح الواضح الجلي، علما بأن كلام الكاهن إنما هو شيء من المعميات؟ الكهان دائما لا يفصحون، دائما يأخذون الأشياء كأشياء غيبية يطلعون عليه. لو رأيتم كيف يتصرف مثلا هؤلاء الذين يدعون الكهانة ومعرفة الغيب، كيف يستقبلون الناس، كيف يوهمونهم بأنهم كذا، كيف أنهم يوهمون يخاطبون عالم الجن إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة. إذن ليس هذا ولا ذاك ولا ذاك بصحيح. فالقرآن يقول: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ لاحظ، كما قلت الأحلام هي هذه العقول الراجحة، ليس مطلق العقول ولا العقول قوية، إنما هي عقول قوية ولكن مطمئنة وراجحة وغير مستفزة، لا يحركها الغضب. هذا الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى الصحابة في صلاته قال: ليليني أولو النهى والأحلام منكم. حينما قال صلى الله عليه وسلم للصحابة قال: إن الذين يلونه في الصلاة هم أولو أصحاب الأحلام وأصحاب النهى، جمع نهية وهي العقول. أصحاب العقول أصحاب الأحلام هم الأجدر بأن يكونوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هذا توجيه نبوي للناس، للذين يكونون بعد أو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. لماذا؟ لأن الذي هو خلف رسول الله في الصلاة هو مرشح لأن يكون إماما. لو فرضنا أن الإمام مثلا ضاع وضوءه فإنه سيستخلف، فالمستخلف يجب أن يكون في حكم الإمام، إنه إمام في الانتظار، وإمام في الانتظار. فإذا كان هذا الإمام لا يعرف شيئا من أحكام الصلاة سيضيع على الناس صلاته. لذلك هؤلاء الذين يسارعون إلى أن يكونوا وراء الإمام، إما أنهم لا يعرفون هذا الحكم، وإما أنهم يجازفون. كان الناس إنسان ليس له من صلاحية لأن يكون وراء الإمام، لا هو لابس لباسا يتيح له ذلك، ولا له معرفة. ولو فرضنا أن الإمام انتقض وضوءه ودفع لما استطاع أن يبدي ولا يعيد، لا يمكن أن يبدي ولا يعيد. فلذلك يكون دائما هذا المكان هو مكان الإمام، أي الذي هو مرشح لأن يكون إماما. وبعض الفقهاء يرى أن المؤذن في حكم الإمام أيضا، المؤذن في حكم الإمام. طبعا هاد الناس الآن نحن نتكلم عليهم بعض المرات، في الناس يدخلوا المساجد وسولوا وهم الآن يسيرون ويأمرون وينهون، هؤلاء أناس يقحمون أنفسهم في أشياء خطيرة جدا، لا يعرفون أنها مسؤولية أمام الله. كتجي أنت ما عندك شيء، لا أنا أخصي نقيم الإمام الصلاة لأنه ماشي، لأن أنا اللي في اللجنة. واش أنت في اللجنة تولي صافي إمام؟ صافي وليت اللجنة وليت. جاء واحد قال لي هذا الإمام ماشي مزيان، السيد راجل شيباني ما خلاش يصلي،
شحال نحن نديروا العبود وكاد الديمقراطيه ولا الصلاه هذه شنو هي؟ ما يصلحش يكون في اللجنه ولا يكون بين اللجنه ولا جد اللجنه، ما عندوش شروط الصلاه يمشي في حاله. اذا كنا احنا 1000 ما فيناش واحد فيه شروط الصلاه، اشنو نديروا؟ شنو نديروا؟ ها؟ يزيد واحد يصلي بينا؟ لا، يمشي في حاله. نمشيو نتفرقوا نصليوها ثنائيه وصافي. ثنائيه احسن من صلاه بالجماعه ولكنها باطله. اذا كان الامام لا يتوفر فيه شرط الامامه. وهو فقط متمسك بان يكون اماما لانه رئيسا لا عضو في اللجنه ولا شيء، هذا لاعب بالدين، هذا لاعب، هذا تخريب للامامه من الداخل. كان يجي من الزنقه ويجيب معاه الاحكام ديالو، جابهم من القهوه اللي كان قاعد فيها. هذا ماشي جمعيه، ماشي نقابه، هذا حكم شرعي. اذا ما كنتش انت تخضع لهذا الحكم الشرعي وانت في المسجد، لن تخضع للحكم الشرعي وانت في دارك. فماذا؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني اولو النهى والأحلام والنهى منكم. وهذا هذا تأسس، وذلك كان الذي يليه هو أبو بكر الصديق، وهو الذي جاء خلفه، وهو الذي صار إماما للمسلمين بموجب استخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفوا الاستخلاف شنو؟ عنده الإشارات ولا ما تعرفوش؟ يجي يقول لا أنا سي فلان هو اللي كبير، هو اللي شارف، هو اللي عشانا، هو اللي غدانا، هو اللي هكذا هكذا. بعض الاشياء اصبحت في بعض، ولذا كان ننبهكم بعض الاشياء يا الاخوان، ان بعض كان بعض الكلام نقولوا يمكن بعض الناس ما غاديش يتحملوه، لانهم جاءوا الى المساجد باعرافهم الخارجيه، معناها ماشي بالاسلام، بشيء اخر، يجبوا دائما هذا. وهذا اشياء كثيره جدا مع الاسف انها تترك وتتغلغل، تترك وتتغلغل وتولي هي الانسان حينما ياخذ الان غير باش حينما ياخذ مكان في المسجد يجي يدير يدور له ظلم، ظلم ماشي ديالك، ظلم هذا. خذ معك المحل حيث وجدت المكان فارغا تصلي، ماشي تقول لا خليوا لي هذا المحل انا صافي انا ريزيرفيتو، يبقى لك تما حتى يرحل هذاك السيد من ذاك اللي مشى لجهه اخرى ولا يموت ولا الا مات وكان عندك الخبر، الا مات في جهه اخرى ما عندكش الخبر، يبقى دورته تماك هو راه في الاخيره. وهي دكتورة السنات ما هو راه مشى. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هذه من الاشياء التي تعود عليها الناس او استمرأها الناس لانها اعجبتهم. على كل ارجع الى معنى الاحلام. لاحظوا فالقران يقول لهؤلاء ام تأمرهم احلامهم بهذا. اذا لاحظوا ان القران لم ينفي عنهم ان لهم احلاما وعقولا، ولكن قال هل هذا هو العقل؟ هل هذا هو العقل؟ فهو لم يلغي العقل وأبقاهم بعقولهم ولم ينفع عنهم العقول، ولكنه ذهب أبعد من ذلك حينما عاب عليهم هذه النتائج. أي أنتم لكم أحلام، لكم عقول، ولكنكم لم تحسنوا استخدامها. لاحظوا أننا هذا نضعه حينما يقولون إن هذا النبي مجنون كاهن، أو ما أنت بنعمة ربك بزيد بكاهن، ولا هم نسبوه إلى الجنون. القرآن لم ينسبهم إلى الجنون، قال لهم لا أنتم لكم عقول وأحلام، لكن أحلامكم طائشة، عقولكم مضيعة. لاحظوا فكأنهم بهذا العتاب القرآني وبهذا التوجيه القرآني استحقوا المذمة والملامة، وأنهم أضاعوا أحلامهم. المشركون إذن أضاعوا أحلامهم وحكموا على أنفسهم بأنهم ليسوا أصحاب فكر. لاحظوا هذه المسألة صعبة جدا، أي أن تقول للإنسان أنت لك عقل وليس لك عقل، أنت لك عقل وليس لك عقل. أي القرآن لو كان يخاصم ويجادل كما يخاصم الناس، كما نخاصم نحن، لاقتلعهم من الأصل وقال أنتم المجانين. ما قال لهمش أنتم مجانين، بل أثبت لهم الأحلام على طريقة العرب في نسبة الأحلام إلى قريش، وأنهم أولو الأحلام والنهى، أقرهم على ذلك وثبت هذا الوصف عليهم. ولكنه نظر فيما بعد في استعمال الأحلام وبين أنها
واستعملت في غير حقيقتها وانتهت إلى نتائج زائفة وباطلة. بمعنى أن العقل وإن كان عقلا قويا لكن توظيفه هو الذي يأتريه الخلل والخطأ. فهمتوا شنو أريد أن أقول؟ هذه الأشياء التي منحناها العين واللسان والفكر والعقل هي كلها قوة سخرت للإنسان ومنحت للإنسان، لكن العقل عقل إما أن يكون مسددا وإما أن يكون طائشا. العين كذلك إما أن تكون عينا باصرة تدرك الحق وإما أن تكون زائغة لا تقع إلا على الباطل. والأذن إما أن تكون أذنا تستمع وتصغي، وهي التي سماها القرآن الأذن الواعية، وتعيها أذن واعية، هناك أذن غير واعية، وهناك بصر لا يبصر، لهم أعين لا يبصرون بها. إذن هذا الذي أعطي للإنسان من طاقات ومواهب متوقف على حسن توظيفه وحسن استخدامه. فالعقل من حيث هو قوة وملكة أعطت الإنسان تعطى للمؤمن ولغير المؤمن، للكافر والمؤمن، لكن المؤمن ربط عقله ذاك ونظفه وصقله بالوحي، فأصبح عقله عقلا مستنيرا، عقلا مسددا، مسددا بالوحي. وعقله وعقل الكافر عقل قد يكون قويا ولكنه يكون في نهاية الظلم والغطرسة والجنوح عن الحق، وهو الأمر الذي لا يفهمه كثير من الناس. قد يكون إنسان ماهر في حل المعادلات المعقدة ينجح فيها، ولكنه يفشل في أي تجربة سلوكية في الحياة. أضرب لكم مثل أمثلة من هذا. نحن الآن نعيش مرحلة ما بعد الاستعمار. مرحلة ما بعد الاستعمار هي مرحلة تبين فيها أن الاستعمار هجم على بلاد ضعيفة كان بإمكانه أن يطورها ويساعد على التطور، ولكنه لم يفعل، دمرها، سلخها، أكل أموالها، حقوقها، أضاع هويتها، ألغى لغتها، فعل بها الأفاعيل. هذا كله وقع حينما جاء بعض الأوروبيين إلى الجزائر قديما، سئل لماذا أنتم هنا؟ قالوا نحن أتينا لنطوركم، جئنا بمدنية لنطوركم. فقيل له ولكن هذه المدنية يشم منها رائحة البارود، يشم منها رائحة البارود، أنت لا يمكنك أن تطور الإنسان باستعمال البارود، بأن تدله، بأن تمحقه، بأن تأخذ أرضه، تأخذ خيراته، وفي المقابل تقول أنت كنت أميا فعلمتك، كنت جاهلا فجعلتك تبصر الحياة من حولك. هذا ليس مقابلا، لأنك أساسا أخذته هو، أخذت إنيته وذاته وكل ما فيه. فهذا المنطق لا زال إلى الآن قائما. بالأمس الأسبوع الماضي يأتي قصة وزير خارجية إسباني، يأتي إلى أنوال ويقرؤون قصيدة قديمة هي منشورة الآن في بعض الصحف، قصيدة إسبانية قديمة يقولون فيها أو فيها ما فيها من تحية الجنود الإسبان الأبطال البواسل الذين علموا هؤلاء المورو موروس العرب دروسا، هؤلاء الموروس الذين هذا بعبارة الذين كانوا دائما يغدرون بنا، هم إسبان يقولون، ونحن لقناهم دروسا في أو أطهرنا منهم منطقة جروجو. تعرفوا جروجو في جبل جروجو في قرب الناظور. نحن علمنا، هذه قصيدة موجودة الآن تحفظ. هذا اليمين الإسباني كله تقريبا ويشايعه مجموعة كبيرة لا زال يعتقد بأن ما فعله في الريف هو لمصلحة المغاربة، وأن ذلك هو رد العدوان.
يا أيها الناس أنتم كنتم ظالمين، جئتم هذه الأرض في حدود 1912 وهي ليست أرضكم، وذهبتم بعد ذلك في قبل ذلك إلى 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 المنطقة الجنوبية إلى الصحراء واستنزفتم خيراتها، ماذا يضيركم أن تعتذروا الآن؟ قالوا نحن لا نعتذر. تعرفون الأوروبيين الإيطاليون كانوا اعتذروا سندري لسبب ما، ولكن الفرنسيين والإسبان ومن معهم قالوا نحن لن نعتذر، بل نحن كأننا نطلب وسنطلب منكم فيما بعد مقابل أننا استعمرناكم. إذن لاحظوا هؤلاء لهم عقول بالتأكيد ولهم مختبرات يسيرونها، ولهم ولكن العقل حينما يلتبس بالهوى، حينما يغلبه الهوى يضعف ولا يبقى له أي تأثير على سلوكيات الإنسان. قد يكون مفيدا فيما هو تقني، فيما هو رياضي، ولكن فيما هو إنساني بشري سلوكي يكون في الحضيض. ولذلك نحن دائما نقول إن العقول من هذا النوع الممتزجة بالهوى بالشهوة لا تصلح أن تكون مثالا لأناس لهم العقل ولهم النموذج. نحن لنا العقل ككل الناس، ولكننا لن نصاب بسيطرة الهوى، وإن سيطر على الهوى فلنا من يردنا، وما يردنا وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما سيبقى الشذوذ الجنسي شذوذا، سموه مثليا، سموه شذوذا جنسيا، سموه ما شئتم، تبقى الكلمة القرآنية اللواط وينتهي الأمر. وهذه كلها هذه الأشياء هي عبارة عن تبريدات لهذه الأشياء، وسيبقى كل ما سماه القرآن باسمه هكذا، سيبقى الزنا زنا، اسمه حرية جنسية، اسمه كما بغيتوا، ولكن حينما تردونه إلى المعجم القرآني ستجدونه زنا وفاحشة وساء سبيلا، ستجدون أن توجه القرآني شيء مخالف، وأن القرآن إنما امتدح العفة في قصة يوسف وفي غيره، لم يمتدح الجنوح والسقوط مع الهوى. إذن فلذلك قلت إن هذه الآية لم تنكر أو لم تلغي من العرب أن لهم أحلاما، وبينت أن الأحلام ليست مطلق العقول، وإنما هي العقول الثقيلة، العقول التي لا تطيش، العقول التي لا يهيجها الغضب ولا تستهويها هذه الشهوات. حين ذاك أثبت لهم هذه وألزمهم بما يقتضيه توفرهم على هذا. هذا أسلوب في القرآن عظيم، هناك أساليب في القرآن الكريم في النقاش مهمة ومريحة هناك أسلوب ليسميه الناس التسليم الجدلي، مثلا حينما ناقش وجادل إبراهيم هذا الذي كان يدعي الألوهية، قال أنا أحيي وأميت، ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، تطاول، كيف يحيي كيف يميت؟ مجازيا، يأخذ إنسانا موجودا فيتركه فيكون قد أحيا، ليس هذا هو الإحياء، هذا ليس الإحياء، هذا الترك على الحياة، والآخر أميته بمعنى أقتله، هذا مجال فيه مناقشة، هذا ليس إحياء. قال دعنا من هذا لنسلم لك هذا جدل، هذا تسليم جدلي. ثم يقول بعد ذلك ربي الذي يأتي، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم ظالمين. إذن هذا كلام آخر، انتقال من الأولى كأنه فوض له وتركه ولم يدخل معه، هذا يسمى هنا بالتسليم الجدلي، ويسمى في موقع آخر بالقول بالموجب. والقول بالموجب إن شاء الله في مرة أخرى سأذكره لكم بتفصيله، وموجود في القرآن، موجود في سورة إبراهيم، وهو جزء من المجادلة العلمية الراقية. لأنك حينما تكون صاحب حجة لا تبحث عن التفاصيل الصغيرة لتثبتها بها حجتك، إن الحجة التي تغلب الآن هي الحجة النافعة، التي ما قيل لأحد فيما لذتك، فيما لذتك؟ قال لذتي في حجة تتبختر اغتيالا، تأتي تتبختر لأنها قوية صاعقة تمنع أن يستمر الإنسان. فلذلك توفرك عن الحجج القوية يغنيك عن الممحكات الصغيرة،
والأنبياء دائما في نقاشاتهم لأقوامهم كانوا من هذا النوع، لم يكونوا يجادلون حتى في الدعاوى الصغيرة التي يجادل فيها الأقوام، يتركونهم ويقفزون إلى ما هو أوضح وأجلى، وهذا شيء مهم. كل هذا أقوله ونحن نتحدث عن النقاش. ناس كل الناس يتحدثون الآن عن الحوار، ولكن أي حوار؟ ما كاين حوار ولا سيدة الآن ما يدروا الناس حوار في قناة، يجيبوا المتختلفين بلاطو، بقى هذا يقول هذا يقول 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 شو شو، بقى ترفع الأصوات شو شو، بقى هذا يضرب هذا بالأوراق شو شو، هذا الحوار؟ أنا ما حوار ما ولا، هذا غير تحريش الدياكة وصافي، هذا تحريش بين الدياكة لا يفيد ولن يرفع. ترون بعض الفضائيات تفعل ذلك، وهي أساسا تتعمد إيصال الناس إلى درجة الهيجان. درجة الهيجان هي درجة لا يكون الإنسان فيها متحكما في عقله ولا في مواهبه ولا في قدرته على الإقناع، وبالتالي يضيع كل شيء. ولم يثبت أن رجلا أو شخصا تراجع عن فكرته في مثل هذا الفهم، لأن حينئذ تصير الذاتية مصبوغة بالفكرة، والفكرة أيضا معجورة مع الذاتية، وبمعنى أن الإنسان لن يتراجع، لأنه إذا تراجع فكأنه يكون قد انتحر. ولذلك دائما يأتي النقاش في ظرف آخر، في الحوار الهادئ الذي تكون فيه النفس مستريحة، ولا يهان فيه الطرف الآخر ولا يبخس في الطرف الآخر، ويمكنك أن تجتذبه، ولكن قلما يتم. ولذلك كان الإسلام يكره المراء. المراء ما فيش فائدة. علاش؟ إذا كنت تريد أن تناقش شخصا فأولى لك من أن تناقشه وقد اتخذ موقفا وتعصب له، أن تكون قد سبق لك أن أبرزت أفكارك ونشرتها وعلمتها قبل أن تصير الفكرة النقيضة، الفكرة النقيض قبل أن تصير هي فكرة الخصم الآخر، فأنت لعجزك لم تستطع أن تبرز فكرتك إلى أن درجة أن قفز خصمك إلى الفكرة النقيض وتقمصها ودافع عنها والتبس بها وأصبحت تعني بالنسبة إليه شيء كثيرا، وهنا حينئذ يصعب. إذن الأساس هو التعليم مش النقاش، الأساس هو تعليم الناس. النقاش في حالات خاصة في قضايا صغيرة، والنقاش إنما يفيد إذا كان مع العلماء، بين العلماء بين المفكرين، وكانت في الناس نزاهة وإنصاف، بمعنى الناس أن الذين يتناظرون يلتزم كل واحد منهم بالرجوع إلى الحق متى ظهر له، ولكن قل ما يقع هذا. وإلا فالمسلمون قد ناظر بعضهم بعضا في مجالس الخلفاء، في أماكن منتديات العلم، حالات كثيرة، المعتزلة وأهل السنة وأشياء ونقاشات كثيرة الآن موجودة، وذكرت لكم مرة بعض هذه عيول مناظرات لسكوني، وكتاب مفيد جدا. وفي كل كتب الموسوعات الأدبية القديمة تجدون مناظرات ومساجلات بين علماء، بين السنة، بين أناس نحاة، بين فقهاء، ويناقش أحدهم الآخر ما عن حكم تارك الصلاة فيقول هو كافر. قال وما إسلامه؟ قال كيف يكون؟ قال أن يقول أشهد أن يصلي. قال كيف يصلي وهو محكوم بالكفر؟ وقعت فيه مساجلات، وهناك من كان لا يثبت في النقاش، ولذلك بسرعة كان يهزم، خصوصا إذا لم يكن قد تعلم أسلوب المناظرة والمناقشة، أولى له أن لا يدخل فيها. إذن أبقى دائما مع هذا الجزء، وهو قول الله تعالى أم ثامرهم أحلامهم بهذا، أثبت لهم الأحلام وأنكر عليهم نتائج استخدام تلك الأحلام. لم يعبهم، لم يقل عنهم إنهم مجانين، لأنه لو قال عنهم مجانين لم يكن هناك داع بعد ذلك لمناقشتهم. هم قالوا عن محمد إنه مجنون، ولكن القرآن رد عليه في مكانه، ورد عليه بنفي دعوى الجنون دائما بالأخلاق. المتخلق لا يكون مجنونا، حينما قال نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال بعد ذلك لا تطع كل حلاف مهين هماز شائم مناع خير معتدي نتيم عتل بعد ذلك زنين. أن الذي يتهم محمد صلى الله عليه وسلم بالجنون وهو يتصف بهذه الصفات الذميمة، ومحمد على خلق
متين عالم والمنطقي أن المتخلق هو سيد العقلاء وأن لا أحد من المجانين هو على خلق. المجنون ليس عليه حكم أصلا يفعل ما يشاء، ولكن الذي اتصف بكل هذه الموبقات وكل الرذائل ولم يستطع أن يتخلص منها وأن ينقذ نفسه منها هو الذي يستحق أن يكون مجنونا. إذن هذا كما قلت هذا أسلوب قرآني لا ترون فيه ضجيجا ولا صخبا ولا سبابا، وإنما هو أسلوب يقود إلى الحقيقة. إذن في كل دعوة كان يدعيها هؤلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام كان يعطيهم القرآن جوابا مختصرا ولكنه مفيد ومقنع. بعد سيقولون تقوله هذا القرآن لعله تقوله، ها القرآن إذن تقوله ممكن، أي قاله ونسب إلى الله ما لم يقله التقول صحيح ممكن. إذن فليأتوا بشيء مثله، فليأتوا بقرآن. فإذا كان هو يتقول ما منعكم أنتم أن تتقولوا على الله وتأتوا بقرآن آخر؟ إذا كان هذا القرآن مما يتقول به على الله تعالى فمسألة محلولة، كل منكم شاعر وفصيح وبليغ. إذن كان القرآن يؤتى به بهذا، أي في طوق البشر وفي مكنة البشر أن يأتي بمثله، فتفضلوا أنتم ما منعكم أنتم أن تتقولوا مثل هذا القرآن؟ هم يعلمون بأن هذا القرآن لا يمكن أن يصل إليه إنسان لو اجتمعت شكون الإنس والجن والكل على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض. إذا لا يمكن أن لو صح أن هذا القرآن يمكن أن يتقول لكنتم أنتم أولى الناس بأن تفعلوا ذلك، لأنكم أنتم لا تعدمون الفصاحة والبلاغة وأنتم الأبيناء والفصحاء وأصحاب البلاغة ومنكم الشعراء، فالذي يصدكم هذا ما هو إلا أن يكون هذا القرآن فوق طاقة البشر، بمعنى أنكم أنتم بسلوككم ذلك تردون على أنفسكم بلا حاجة إلى إثبات هذه الحقيقة بأدلة أخرى لا بيانية ولا بلاغية ولا شيء من هذا القبيل. إذن الذي ركزت أو تحدثت عنه هو أن الأسلوب القرآني أسلوب رائع وعالٍ ويتجاوز شخصنة القضايا ويرتفع عن حدود المماحكة التي تصير علاقة شخصية وصراعا شخصيا إلى التعامل مع الأفكار. والقرآن حينما يتعامل مع الأفكار فإنه القمة في البيان وفي إيصال الناس إلى الحق. إذن في اللقاء المقبل إن شاء الله أنهي بعض هذا السجال وهذا النقاش، ونحن نرجو إن شاء الله أن نصل أو نستشف من هذا البيان أن طريقتنا في التعامل مع الآخرين طريقتنا هي طريقة قرآنية، لاحظوا أنها مخالفة تماما لطرقنا. في أن أول ما نبدأ وحنا نتكلم وكذا ترتفع الأصوات وانتقلوا من القضية الشخص ونخرجوا من الموضوع وتبدأ السجالات وتبدأ الصراعات ولا نصل في نهاية المطاف إلى أين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعمل تفسير النظرة نفسي في الفين ولا أغفر ذنوبي إلا أنت. سبحان ربك رب العزة.